رح نروح لتاني محطاتنا نور، ورح نحكي عن موضوع يمكن كتير مهم بهذا صحيح. الوقت اللي هو المقارنات. كتير أوقات بنوقف وبنطلع على الشيء اللي حوالينا أو حتى على الأشخاص اللي حوالينا بنوع من المقارنة. المقارنة بشكل عام هي شيء إيجابي، وممكن بكتير من الأوقات يدفع الإنسان لأنه يشتغل بشكل أفضل، ولكن لما بقارن نفسي بحدث معين أو بشخص معين وبغار غيرة بسيطة ممكن يكون هذا الوضع طبيعي. أما لما ضل عم فكر فقط بالسلبيات بالأحوال اللي حوالي وبالنقاط السلبية اللي موجودة، فبتتحول المقارنة لشيء سلبي بحياتنا. هذا اللي بدنا نحكي عنه سلمى اليوم، كيف فينا نجعل المقارنة شيء إيجابي، ما نشوف دائما الأشياء السلبية، ما نخليها نقطة ضعف، لا، فينا نخليها نقطة قوة، فينا ننتقل منا للإيجابية ونقدر نقارن نفسنا أنه لا، نحن كمان عندنا جوانب إيجابية جميلة لازم نضيء عليها، وفينا بنفس الوقت يكون هيدا حافز نقدر نشتغل لقدام ونحقق طموحات وأهداف بحياتنا. لنحكي عن هيدا الموضوع أكثر معنا مدربة التنمية البشرية فاتن نظام. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. يسعد صباحك أستاذة فاتن. أهلا وسهلا. خلينا نبلش من السؤال العريض اليوم اللي عم نطرحه بالفقرة اللي هو المقارنة بحد ذاتها. فعل المقارنة باللاشعور ممكن يكون موجود عند الأشخاص، هاي نحكي أكثر ليش أساساً بيتواجد عنا فعل المقارنة. حقيقة نحن كلمة المقارنة هي دائما تاخذ الطابع السلبي، هي ما بتاخذ ابدا الطابع الايجابي، يعني دائما المقارنة بس نقول بدنا نقارن حدا بحدا، معناتها في مزايا وفي عيوب. الكلمة بحد ذاتها لحالها انه معناتها في شيء انقص من شيء، حدا ربحان حدا خسران. فكلمة المقارنة هي ابدا هي بنقول عليها منافسة مفيدة بس، ولكن فورا هي بتتحول الى شيء سلبي. شيء سلبي بتخلق لك مشاعر الغيرة، بتخلق مشاعر الشك انه ليش هو افضل مني. يعني دائما في هو في معناتها عندنا جوانب حتكون مضيئة عند الشخص اللي انا عم قارن فيها، يمكن هو ناجح اكثر مني، يمكن هو عنده يمكن سعادة اكثر، يمكن هو جمال، اي شيء هي صفة بتتاخذ وبصير انا بقارن فيها. بنفس الوقت بصير عندي الشغل الشاغل هو انا على رؤيته طول الوقت، على مراقبته، على متابعته بحياته الشخصية كاملة. يعني أنا بكون بس يمكن مقارنة بجزء معين بحياته، بعدين بصير بتزداد هي أنه بصير أنا بكل جوانب حياته بصير براقبه، بصير بتابعه مثل ما بقول على الدعسة، يعني أنه هو شو عم يعمل شو عم بيساوي. ودائما بصير عندي الحديث بينه وبين الشخص بيقول أنه ليش هو أحسن مني، بشو أحسن مني، ليش هو بيمتلك هالقصص. بصير الآخر هاجس عندي، فهو هون بصير في عندي الخسارة. فهي دائما بتاخذ الطابع السلبي، هي ابدا ما بتاخذ الطابع الايجابي. يعني دائما بنقول انه ديروا بالكم من كلمه المقارنه، اذا فاتت انت ما بتقعدي بقى حتى بتقوي شخصيتك، حتى ببناء تطوير ذاتك ما عاد بيمشي الحال، لان ما بقعد بتطلع على حالي، دائما راس يمين او يسار بتطلع على فلان وعلى علان. طيب خلينا نحكي كيف فينا نحولها لنقطة قوة مش نقطة ضعف، لنفكر بطريقة إيجابية مش سلبية. المشكلة هلا المحيط دائما سلبي، لهيك بتكون المقارنات بشكل عام سلبية، بس أنا كيف فيني أدفع هيدا الشخص لأنه لا يقارن بطريقة إيجابية، يعني أنا أقدر أشوف الأشياء الإيجابية الموجودة عندي، ما ركز على فقط الأشياء السلبية. هلا نحن دائما في شيء اسمه نحن بنحول أي مفردة أو مصطلح في طابع السلبي، نحن بناخذ نلاقي مصطلح ثاني في طابع الايجابي. يعني نحن دائما ناخذ كلمه المقارنه، نحن بناخذ كلمه تحدي، بمعنى انه انا مثلا في بكون معجبه بشخص معين، فانا هذا مثلا قدوتي، او مثلا انا حابه جانب معين من بشيء هو عم يعمله، هو عم يسابر فيه، يمكن يبدع فيه، فهون انا بتحدى حالي انه انا بدي اكون محله. تمام، هون صار عندي الهاجس، صار عندي تحدي ذاتي، صرت انا عم بشتغل على حالي، عم قوي حالي لاوصل للمرحله اللي هو فيها، ما عاد انا قارن انه انا ما عنده هو عنده. لا، انا عم قوي قدراتي وامكانياتي بما يتناسب الشيء اللي انا بدي اياه. فانت هون حولتي كلمه المقارنه الى تحدي. التحدي اللي هو اول شيء بتتحدي حالك. تمام، انت قدرانه، يعني دائما نحن مثل المقارنه مثلا اللي بصير في عندي الغيره والحسد، ما تصير هي المشاعر دائما في عندي انه هو ليش لابق له انا مو لابق لي، هو ليش كذا وانا لا. تمام، ما تكون في تحدي، طب انا هلا شوف حالي شو عندي امكانيات شو عندي قدرات، وبصير بشتغل عليها بطورها لصير يمكن مثله او افضل منه. فنحن هون بنقدر نقول انه بتقدر تجوهري على النقاط اللي فيها القوه عندك تقويها.
بالإضافة لنقطة تانية، كلياتنا عنا نقاط ضعف وقوة، كلياتنا، ما في حدا إنه كله نقاط قوة، دائما في عندك أنت خطوط اللي هي في عندك حساسية فيها، دائما أنت لازم تشتغلي تعملي إضاءة على القوة وبنفس الوقت ما تخبي الضعف، لا أنت عالجيها أو أنت طوريها أو أنت مثلا شوفي هي ليش هي هالقد عم تأثر عليك الضعف، لأن دائما نحن نقاط الضعف هي بتروح لك نقاط القوة، إذا انزعجتي من كلمة قد ما كنتي عندك إنجاز ما بتتذكر غير هالكلمة اللي انزعجتي منها. طيب خلينا نحكي أستاذة فاتن، كمان اليوم الفعل المقارنة ممكن يكون موجود بأكثر من مطرح، مو بس بالأشخاص أو بين الأشخاص وبعضهم، أحيانا بيستخدموه حتى بالعمل، إنه قارن بين هذا المنتج بهي الطريقة وبين هذا المنتج، يمكن أنتم متساويين بالمقومات ولكن طريقة طرحكم اختلفت. في بعض المقارنات مهمة أحيانا بالحياة، كيف الشخص ممكن يتعلم هاي المقارنات من دون ما يدخل ليفوت بمجال المقارنة الشخصية اللي حكيتي عنها؟ هاي نحن هاي المقارنة هي المقارنة المهنية يلي هي أنا عندي منتج وأنت عندك منتج، فأنا لازم أشتغل على المقارنة، أنا يازي يعني مواصفات يفصل نفسه عن الموضوع 100% مواصفات لهذا المنتج مشان أنا سوي، يعني هي منتج بالسوق هو ما عم بيأثر لشخصيتي على حالي، دائما انا بدي اشتغل على الاسم يلي هي اسم الشهره، يلي احيانا المنتج كله بينضرب بس اسم الشهره يلي بينباع حقه مصاري، فانت هون انت عم تطوري بالمنتج اللي عندك. حتى في كثير اشخاص المنتج يمكن هي تعاملها هي الاولاد، هي منتج بحقيقه، انا كيف انا بكسبه مهارات صفات جديده يمكن مواهب جديده، هون انت عم تقوي منتج عندك مشان هو ما يصير يحس انه بشيء اسمه مقارنه او هو تعب انه هذا افضل مني او هذا احسن مني. فنحن هون بالطريقه هون ما عادت مقارنه، هون اسمها منافسه، هون منافسه اللي بنقول مفيده اللي هي فيها شغل فيها بزنس اللي انت بتقدر توصلي لمرحله افضل من الشيء اللي انت موجوده فيه. فهون عندك تطور، في عندي مثلا بنقول خطه الف وب وجيم، عندك مراحل لتطوير للمنتج وطرحه بطريقه بالسوق بالطريقه الانسب. طيب خلينا نحكي عن دور الاسره والمحيط، يعني في دور كثير بيلعبوا الاسره والمحيط من باب المقارنه، لما انت تقارني نفسك، حتى الاسره هي اللي بتقارنك بالاخرين من خلال كمان جانب سلبي للاسف، انه شوف فلان كيف صار، شوف فلان انت بعدك مثلا ما خلصت الدراسه، انت بعدك عم تحمل مواد، كثير بيلعب دور بدل ما يكون جزء يمكن ساهم لدعم هذا الشخص، بيلعبوا دور سلبي من خلال المقارنه. هو حقيقه نحن اول الامراض النفسيه هي بتجي من الاسره، صحيح. يعني اول شيء يعني انت من البيئه، من الاسره، من تكوينها حتى الحديث، يعني انت عم تقولي يمكن رفيقه، هي احيانا بتكون في اهل هنا بيشتغلوا على التحفيز يمكن الايجابي، انه بمعنى انه شوف اخوك قديش هو بيسمع الكلمه انت ما بتسمع الكلمه، شوف جارنا، شوف كذا، فانت بضمن العائله انت بتعملي هي المقارنه اللي هي حقيقه احيانا بصير عنده بتتحول مشاعر مو غيره وحسد ولا شيء، هو بصير عدوه، يعني انه هو عم ياخذني صار فرص، هو عم بصير عندي هون صار عندي حاله نقص حقيقه بتكوين الشخصيه. فانت هون وقت انا بدي اشتغل على هي المبدا، في اهل بتقول ايه هيك عم حبزه، خليه هو يتعلم، خليه يصير مثله، ابدا هو متحفيز، هذا تدمير كامل، لانه كل واحد عنده قدرات وامكانيات. دائما نحن اي قصه بتصير لازم تشكره للولد، برافو ماما، تمام، بس بيطلع معك اكثر لان امكانياتك اكثر، بس ما بقول له اخوك احسن وجارنا احسن وابن خالتك افضل وانت دائما عندك تستهتر، لا، هي الفكره الاساسيه، لا انا كيف بدي اشتغل عليه بالطريقه الصح، ما تتحول عنده الى عقده نقص وانه انا كل العالم اشطر مني بس انا الكسلان، او انا يمكن اللي عندي سلوك غلط، امي دائما بتأنبني او بتخانقني عليه. طيب كمان خلينا نحكي اليوم استاذة فاتن، دور الاخر للمحيط مو بس الاسره، يعني الناس اوقات بتلتقي باشخاص كثير بكون مع علاقات ان كان بالعمل ان كان بالحياه، يعني العالم هلا اوقات بتقعد بشغله اكثر ما بتقعد بالبيت، فتاثير بيكون موجود. خلينا انا احكي كيف انا ما اكون كمان مضر بغيري، اليوم البيئة السلبية تمام. بتأثر يعني باللاشعور، لما أنا بضلني بكرر قدام الآخرين شفت فلانة، شفت كذا، شفت كذا، أنا عم بخلق باب مقارنات تمام. ممكن الشخص ما يكون بيوارده. نحن لأشطر شيء فينا شو هو؟ هو الحكي، صح، هو إرسال كلمة تنظيف بس، يعني بس وصلك إذا تلك كلمة بتكون على فكرة وسائل دفاعية، هي مدمرة، يعني أنت بتكوني قاعدة وعن الله عليك وما في شيء ورواء وأنا وياك صحبة، تمام، فجأة بتجي بتنزت كلمة إنه شفتي أخذناكي جبناكي أنا أعطيتك الفقرة الفلانية لأنك أنت أفضل، تمام،
فهي عبارة عن دسم، مثل أنا مثل ما بنقول هي دسم، يعني بمعنى أنت حقيقة ما توترتي، بس أنه بصير أنت فورا حسستك هالكلمة أنه أنا ليش مو أنا، ليش فلان، ليش أنا حسسني أنه بالنقص وأنت أخذتيها للفرصة. هون صار في عندي كلمة فرص، نحن هون بتلاقي أنه صار عندك أنه ليش فلان عم ياخد فرص وأنا لا. هي ما بتكون لا أخذ فرصة ولا شيء، هو يمكن كتير هو شاغل عليها لهالقصة، هو شاغل على هالموضوع، ولكن أسلوب الكلمة وأسلوب النبرة اللي انحكت يمكن خلتك تقومي على الكرسي انه ليش انا لا وانا المظلومة، لان احنا فورا بتصير عندي مشاعر الظلم بتنزل مباشرة اسقاط كامل. سبحان الله. ونحن اساسا عاطفيين، كيف فيني انا فعلا هاي المقارنات خصوصا عند الاطفال بتأثر بشكل كتير كبير يعني نفسيا عليهم وبالمستقبل، خليها حافز يعني انا ما قارن من خلال مثلا طفل عمره 6 سنين، مو معقول انا قارنه بحدا قلو لك يعني دائما بنسمع عليك هذاك شو عاقل وشو شاطر وما بيعذب امه وليك فلان. تمام. كيف فيني فعلا وخصوصا الامهات يمكن في كثير من المفردات هلا عم نحكي عنها بتاثر بشكل كثير سلبي، بس فعلا هن غير مدركين قديش الى اثر وقع كثير كبير على الطفل وعلى نفسيته. كيف فيني انا اجعل هاي المقارنه تحفيز بشكل ايجابي خصوصا عند الاطفال باعمار مبكره لحتى ما تاثر عليهم بشكل كثير كبير نفسيا؟ نحن احيانا هي مو بس كلمه صديقتي ولا تصرف، هي احيانا ضمه، يعني احيانا في عنا عقد نفسيه. اذا انت شفتي العقد النفسيه هي منشأ مرحله الطفوله، يمكن ضمت اخ عن اخ، يمكن اسلوب كلمه، يمكن نظره، يمكن في كثير امهات هي بتستعمل يمكن هي القرصه اللي هي انه ما حدا بينتبه بهذا الطرف. هي السلوكيات سلوكيات مدمره حقيقه. هي القصص يعني هي بتفكر الام انه ما عليه خليه يتعلم، هي تحفيز او كذا، بالعكس تماما انت عم بتدمريه بس شوي شوي. تمام. شلون نحن مثل هلا ما قلنا الكلمه هي بتجي سم، تماما هي الكلمه الطيبه طالعه والكلمه السيئه طالعه. بدل ما اقول لابني برافو امي إيه انت شاطر برافو حلو كثير، تمام، ما اقول له شوف ابن جيراننا دائما مسود لي وجهي انت دائما هي القصص يلي نحن احيانا بصير عنا امراض يلي خلينا نقول كلمه مرض البهاء، هو احيانا بيجي مشان 9.5 من خوف الولد ما يحكي لامه بصير عنده قله مناعه وبصير هذا الامراض النفسيه والجسديه. فانت قديش معناتها تاثير الكلمه كثير مهمه، قد ايه نحن حقيقه بدنا مو بس للاطفال نشتغل عليهم، هو لتربيه وتعليم الاهل كيفيه التعامل مع الطفل. نعم. هي مسؤوليه، مسؤوليه انت كيف بدك تعززي له شخصيته، قد ايه بدك تكون هذا الطفل عنده ثقه بحاله، نشيط ذهنيا كذا، لانك انت بدك تنقليه لمجتمع هو حقيقه اذا ما صحيح. اذا كان هش حقيقه بيتاكل كثير سهوله لانه صار في عنا انواع واشكال من التربيه. هي نعم. هي يعني بختام حديثنا لليوم بدنا نشكرك استاذه فاتن نظام على وجودك وعلى كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. تسلمي لي، اهلا وسهلا فيكي. شكرا كثير لك. اما هلا سلمى بننتقل